هذيك السفينه الكره اللي حطيت فيها واحد ما عاد يزيد على الناس يديروا بهم يضروا كثير إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر صبيحة الأحد من قلب ملاعب القرب بالقدس بمدينة بن سليمان، إحدى الجمعيات بالمدينة تنظم نشاط رياضي كبير لفائدة أطفال الساكنة، والمناسبة هي مناسبة غالية على المغاربة عامة، مناسبة عيد الاستقلال المجيد. صورة واضحة أمامكم، هذه الأجواء بداخل الملاعب. هذه بادرة طيبة صراحة لأن تثلج صدور الأطفال الصغار وكذا أبناء المنطقة. الصورة أمامكم، هذه الأجواء بداخل ملعب أو ملاعب القرب بحي القدس، حيث تنظم إحدى الجمعيات التابعة لمدينة بن سليمان نشاطا رياضيا لفائدة أطفال. تفضل معايا. صباح الخير، مرحبا بك على قناة الشعب، قناة شوف تي في، مرحبا. هذا واجب المناسبة، مناسبة عيد الاستقلال، درتوا هذا النشاط. الله يعطيك الصحة. المستقلين من الائتلاف المغربي للدفاع عن حقوق الانسان بشراكة مع الأخ، مع جمعية راسين سليماني برئاسة الأخ راحل هشام. طاحت علينا هذه الفكرة، تقريبا دابا شي اسبوع من اتصل بي انا واتصلت بك، قلت غنديروا واحد الشراكه هي تكون بعيده على يعني بعيده من بدون منحه، بدون يعني بعيده على المال العام، بعيده هذاك يعني من مالنا الخاص ومن المال ديال البراعم، يعني واحد الثمن رمزي تقريبا، شحال قلت الثمن رمزي من البراعم، وجمعنا هاد درنا هاد 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 الشيء اللي كتشوفه هو الجوائز. الله يعطيك الصحة. اليوم هذاك الثمن الرمزي اللي عطاو اللاعبين ديال هاد الجمعية هادي اللي تترأسها الأخ هشام الراحلي، هي نيت غادي نسلموا عليهم جوائز، يعني جات مع هاد الذكرى هادي اللي كنا حنا كانت شحال كنا باغي نديروها في ذكرى المسيرة، ولكن لسوء الحظ وهادي يعني درنا ذكرى ديال المسيرة وذكرى ديال عيد الاستقلال المجيد. ومن هذا المنبر الحر يعني تنبغي نقول يعني يعني هذا المجال الحقوقي ما هو مجال ريالي باش حتى الاطفال يتحفزوا، كما تشوف اجواء رائعه، غادي يكونوا مفاجات، غادي يكونوا ميداليات، غادي يكونوا جوائز، يعني غادي يكون اختتام، غادي يكون زوين كما تشوف هكا الاجواء راه مزيانه. حنا بغينا نوضوا كحقوقيين، وهذه بغينا نوضوا بالرياضه، نوضوا بالصحه، نوضوا بالثقافه، نوضوا بجميع القطاعات، يعني نديروا اليد في اليد، يعني ما نبقاوش يعني فرق تسود، يعني مثلا الحقوقيين عندهم مشاكل مع الجمعويين، لا، حقوقيين خاصهم يديروا اليد في اليد مع الجمعويين، يعني باش نوضوا بهذا الاقليم. الله يعطيكم الصحه. كامل باش نوضوا به، يعني شوفوا شنو خاص الاقليم، يعني كاينه بزاف ديال المسائل اللي تيستغلوها بعض المنتخبين وبعض المسؤولين، وهذه منا المدينه راه اكتشفت الاقليم كامل غادي يراجع له، وهذه راه بادره درناها في ذكرى ديال الاستقلال، وتنتمناو الشفاء العاجل لصاحب جلاله الملك محمد السادس يا ربي امين، نصره الله والشعب المغربي من طنجه الى القويره العزيزه، وهذه راه اللي في جهدنا راه حنا درناه، يعني راه هذاك الشيء راه من مالنا الخاص. الله يعطيكم الصحه والفرحه، راه كتبان على الوليدات. هذه راه هذه البادره هذه راه غادي تبين للمسؤولين ولا المنتخبين ولا ساكنه بان هذاك الشيء تعالى الاخ. تفضل معايا. قدموا لكم الاخ راحل هشام. سلام. تفضل انت، هو رئيس الجمعيه. جمعية راسين سليمان. الله يعطيكم الصحة، نظمتوا هذا الدوري بالمناسبة ديال عيد الاستقلال. أنا فرحان بزاف بهذا الدوري، أنني بالمناسبة ديال عيد الاستقلال باش أنا هذا الشيء دايرو على أساس باش نفرح الوليدات ديالي والساكنة ديال مدينة بن سليمان، وبالذكرى ديال عيد الاستقلال أنا فرحان بزاف بهذا الدوري هذا،
شحال من فريق غيشارك فيه؟ ثلاث فرق. ثلاثة. جمعية السلام بمدينة بوسنيقة وأشبال بن سليمان اللي مرأسة هيلات مشعل. غيتلعب نصف النهائي والنهائي. نصف النهائي والنهائي. شحال تقريبا من طفل فهاد ثلاث جمعيات؟ فائد ديال اللاعبين. والله يعطيكم الصحة، غتكون جوائز غيكونوا ضروري جوائز يحفزوا الوليدات، وكاين اللاعبين القدماء عاوتاني غادي يحضروا في هذا فهمتيني في هذا الدوري هذا باش يمدوا الجوائز للوليدات. الله يعطيكم الصحة. شكرا. إذا مشاهدي قناة شوف تي في كيف ما كتشوفوا معنا على المباشر، صورة جميلة جدا كتحفيزية لهاد اللاعبين الصغار. دائما نتواجد بحي القدس بملاعب القرب. هذا النشاط الرياضي والذي يقام بمناسبة عيد الاستقلال المجيد بمشاركة فرق عديدة بملعب أو ملاعب القدس ببن سيمان. إذا الصورة واضحة أمامكم، نبقى لي إلا نودعكم مشاهدي قناة شعب قناة شوف تي في، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. نهاية أسبوع موفقة لكل متتبعينا الكرام أينما كانوا، سواء داخل أرض الوطن أو خارج أرض الوطن. إلى اللقاء.